السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم طاجين الحوت مغربي 100% بمكونات بسيطه موجوده في كل بيت للمبتدئات. كنتمنى يعجبكم، خليكم مع الفيديو الى الاخر لانه بسيط وغتستافدوا منه بزاف بزاف. بارك الله. كمكونات عندي هنايا الحوت، هاد النوعيه عندي القرب، هنا عندي كيلو ونص، الكميه كديروا اللي بغيتو. هنا عندي صلصه الطماطم اللي كنت حضرتها في البيت، هنايا سلقت المطيشه وطحنتها ودرت معها قزبر ومعدنوس والملح وسكنجبير وفلفل اسود. هنا العطريه عندي الكركم، الخرقوم بلدي، عندي كامون، عندي سكنجبير اي زنجبيل، عندي الفلفل الاسود الابزار، الفلفل الاحمر تحميرة، عندي القزبر وعندي الملحة. هنا عندي الهريسة الحمراء والهريسة الخضراء اللي كتبقى اختيارية، عندي قزبر ومعدنوس، عندي كذلك الثوم، وعندي الحامض للتزيين، وعندي عفوا الزيتون الأحمر كذلك للتزيين، عندي ورق الغار ورقة سيدنا موسى. هنا عندي خيزو أي الجزر اللي سلقته من السلقة، عندي فلفلة خضراء قطعتها دوائر، عندي بطاطا حتى هي قطعتها دوائر، والطماطم حتى هي دوائر. هادو كلهم خضرين غير الخيزو اي الجزر اللي سلقته من السلقه. نضعو على بركه الله. غادي نعطر الحوت ديالي هو الاول، غادي ندير الملحه، انا كندير بايديا القياس ديالي، غندير الملحه، ندير الكمون. المهم نتوما العطريه كديروا عينكم ميزانكم على حسب اللي بغيتو. انا هنا غندير الكمون تحميره، هما كلهم غادي ندير فيهم معلقه عامره صغيره، الا البزار اللي غندير غير شويه، ما كنبغيش الحار بزاف لانني عندي هنا الهريسه. ندير فلفل اسود، غندير سكنجبير، ندير هنا معلقه كبيره، وندير الكمون. كيف ما قلت لكم انا غير البزار اللي ما كثرش، ما كنبغيش بزاف. وغندير هنايا الهريسه الحمراء والخضراء الاختياريه، ندير شي شويه، غندير قزبر ومعدنوس، عندي هنا زيت الزيتون زيت المائده عفوا، كنديروا الكميه اللي غنحتاجو. هنا تقريبا درت نصف كاس، وغندير زيت الزيتون تقريبا جوج معالق كبار. غادي نعصر الحامض كيعطي نسمة زوينة في الحوت. بهذا الشكل هذا. وغادي ندير الثومة، غادي نعصرها. الثومة ديروا القياس اللي بغيتو، انا كنكثرها شوية، كنديرها بالزيت في الحوت كتجي زوينة. فهنا تقريبا ندير ربعة فصوص تاع الثوم، نعصرها في العصارة. كيف ما كتشوفوا انا بديت بالحوت لانني كنعطرو وكنخليه واحد نص ساعه ولا ساعه باش يشرب ديك العطريه هكا. نخلط هاد المكونات باش ندير فيهم الحوت. بسم الله. كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. دابا غنبدا ندير الحوت. بسم الله. عندي الكميه ديالي كامله في هذه العطريه اللي درت معاكم، حيت غادي نخليها كيف ما قلت لكم واحد نص ساعه ولا ساعه. بهذا الشكل هذا ندخل مع العطريه كامله. نتوما يمكن لكم ديروا اي نوعيه ديال الحوت، انا درت هذا القرب، نتوما يمكن لكم ديروا اي نوعيه. غادي نخليه دابا واحد نص ساعه ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا انا الطاجين سبق درت ليه الورق ديال الكرافس والبصله، غندير عليه هاد لاصوص، غندير نصف الكميه، نديرها هي الاولى. فوق لاصوص مباشره غندير الخيزو اي الجزر اللي سلقته من السلقه، غنديرو هو لتحت. كيف ما كتعرفوا هاد الحوت دغيا كيطيب، غنخليه هو الاخر.
ندير هكا الجزر ديالي بهذا الشكل. حاولوا ملي تسلقوه ما تسلقوهش بزاف لانه غيزيد يطيب في الطاجين، الا سلقتوه فوق القياس غادي يتعجل لكم وغادي يتهرس هكا. كنقادو الجوانب كامله كيف ما كتشوفوا. من بعد ما كملت الخيزو زدت عليه البطاطا اللي درتها حتى هي دوائر، ديرها مباشره فوق الخيزو بهذا الشكل هذا. الطاجين كيجي بلدي مغربي زوين. نزيدو مباشره فوق منها فلفله خضراء، يمكن لكم ديروا حتى الحمراء والصفراء، انا عندي الخضراء. بهذا الشكل هذا من بعد ما درت الفلفله ندير على هاد لاصوص اللي خليت في الاول. هاد الطاجين ما عنديش فيه الماء بالمره لان فيه كاع الخضره كطلق الماء، خيزو كيطلق الماء المطيشه، ما غاديش ندير فيه الماء بالمره. دابا غادي ندير فيه الحوت كما قلت لكم انا خليته هو الاخر. ندير الحوت كامل بهذا الشكل هذا كما كتشوف. هذه العطريه ما غاديش نضيعها غنخليها. نزين هذه الفلفله من الفوق والمطيشه اي الطماطم، نتوما كديروا التزيين اللي بغيتو. ما نساوش ورق الغار كنديرو حنايا في الجنب، ورقة سيدنا موسى كتجي زوينه بزاف في الحوت. وغادي ندير الحامض وهاد العطريه اللي قلت لكم غنزيد عليها شويه زيت الزيتون وغنديرها من الفوق. دابا غادي ندير الزيتون الاحمر كي لكم ديروا حتى الخضر، غنديرو من الفوق وغادي نشعل عليه على نار تكون متوسطه. ما تنقصوش عليه البوطه بزاف لان الا نقصوا عليه البوطه كيطلق الماء بزاف. نخليه لمده ساعه حتى ساعه ونص، خليكم معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال طاجين الحوت والخضره اللي حضرت معكم. كيف ما كتشوفوا درت حداه حتى طاجين بلحار، داك الطاجين صغير قدمت معاه سلطه مغربيه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي لايك وكومونتير باش تشجعوني اكثر. وشكرا، الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.